مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى. مساء الخير أستاذ. مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي عليكم بالخير. حياك الله. السادة المشاهدين، حياك الله. حياك الله أستاذ. اليوم تعتبر مملكة البحرين مثال يحتذى به للتعايش بين الأديان بكل تأكيد. هناك سبب رئيسي ورؤية واضحة لهالموضوع، كلمنا عن هالنقطة بالتحديد. شكرا جزيلا، واسمحي لي طبعا أيضا أن أنتهز الفرصة أعتقد تهنئة واجبة وتحية ولاء لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد، والذي تزامن كذلك مع عيد جلوس جلالته. هذه المناسبة الوطنية يعني العزيزة علينا، تمثل لنا جميعا الكثير، فهي تصطبغ يعني أمانة باجتماع ابناء الشعب تحت مظلة الوطن الواحد. هذه المناسبة مناسبة لكي نستعيد فيها تاريخ البحرين وما قدمه الأجداد من تضحيات وما قدموه كذلك من جهود، وترتب علينا مسؤوليات وطنية كبيرة. أشكركم صراحة على هذا البرنامج الجميل الذي نتابعه بشكل يومي. شكرا لك. برنامج عبر عن الفرح أو عما تعيشه البحرين. نتشرف. بالعودة إلى سؤالكم، مملكة البحرين طبعا مثال حي للتعايش بين الأديان، وذلك كونها يعني أدركت منذ بداية انطلاق المشروع الإصلاحي أن البناء على ما تحقق هو السبيل الأنجع لترسيخ قواعد الدولة المدنية، وبالتالي نجد أن دستور مملكة البحرين وقوانينها نصت بأن الدولة هي التي يجب أن تكون يعني الراعية لذلك، وبالتالي نجد بأن مملكة البحرين مملكة قائمة على العدالة وعلى المساواة وراعية لقيم الاحتداء والتسامح والتعايش. نجد كذلك بأن البحرين الغالية وعبر مسيرتها أصبحت منبر للخير ومنبر للمحبة ومنبر للسلام، هذا المنبر انعكس على الدول التي حولها، وكذلك نجد يعني وفي تأصيل لذلك في قلب المنامة مثلا نجد أن الكنيسة والمعبد والمسجد والمأتم بجوار بعضهم البعض، الكل يتمتع بحرية ممارسة شعائره الدينية، الكل يترجم هذه الشعائر يعني واقع معاش. وأيضا نجد بأن النهج هذا قد أيضا انتقل إلى المناهج التعليمية، نجد على سبيل المثال بأن المناهج التعليمية في مملكة البحرين دائما تؤمن بإدماج مبادئ التعددية والحقوق في ممارسة الحريات الدينية. نجد أن دستورنا على سبيل المثال كفل حرية الضمير والمعتقد باعتبارها حرية مطلقة، وألزم الدولة حتى بكفالة هذه الحقوق، ألزم الدولة بكفالة حرمة دور العبادة على سبيل المثال، نص الدستور على حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات وغيرها. ونجد كذلك أن حتى القانون نفسه عندما تم ترجمة هذه المواد إلى قوانين، نجد بأن القانون قد أفرد نصوص بعينها بشكل حصيف صراحة حظر ازدراء الأديان والملل والطوائف، وكذلك ضمن بأن يعني أي إساءة إلى حرية الدين أو المعتقد مجرمة، وأيضا جرم بغض طائفة من الناس أو ازدراءها. ويمكن إذا أذنتوا لي يمكن يعني أختم هذا السؤال بأن مملكة البحرين كذلك التي حباها المولى عز وجل الملك حكيم أطلق عام 2017 إعلان مملكة البحرين للتعايش والتسامح السلمي. أعتقد بأن هذا الإعلان قد وضع الإعلان وضع قصة جديدة، عنوانها الرئيسي هو أن ترسيخ قيم التفاهم والحوار بين كافة الطوائف والأديان، وأننا عندما نقبل الآخر هذا هو حجر الأساس لانطلاق أي مبادرات تهدف إلى تأليف السلام والعيش المشترك. أحسنت. يعني أستاذ علي، اليوم وجود مركز الملك حمد للتعايش السلمي يعني يقدم برامج تعزز التعايش السلمي، ما دلالة وجود مثل هذا المركز اليوم وأهمية وجوده؟ شكرا جزيلا، أيضا سؤال مهم. الله يسلمك. دلالة ذلك أن مملكة البحرين قادرة بأن يكون لديها مؤسسة عالمية تعمل في نشر القيم الإنسانية، وأن يكون جوهر هذا العمل هو مبادئ الاعتدال، مبادئ الأخاء الإنساني، وهذا بطبيعة الحال هو انعكاس كذلك للرؤية السامية والمستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله، لكيف يجب أن نحمي الحريات الدينية، كيف أن يسود بيننا وأن ننشر كذلك قيم التسامح والوسطية، لكي نصل جميعا إلى عالم أكثر سلما، أكثر أمانا، أكثر رخاء،
المركز كذلك يعني الإعلانات اللي في عجالة يستمد حتى ركائزه وسياسته من نهج جلالة الملك المعظم الحكيم. وبالتالي نجد اليوم بأن مركز الملك حمد الذي يتشرف بأنه يحمل اسم سيدي حضرة صاحب الجلالة قد استطاع عبر يعني مسيرة صراحة ليست طويلة، ولكنه استطاع عبر هذه المسيرة القصيرة أن يتبوأ مكانة كبيرة على مستوى العالم. استطاع أن يدشن جملة من المبادرات الرائدة، استطاع أن يصبح منارة لنشر قيم التعايش والتسامح. ومثال على ذلك أنه أطلق برامج عديدة مثل برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة، يعني برعاية جامعات عريقة جدا. استطاع كذلك أن ينظم وأن يشارك في تنظيم وأن يستضيف العديد من الفعاليات الدولية، أن يدشن برامج مع مؤسسات دولية وأممية مثل يعني مثل البرنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحوث اليونيتار. دشن المركز الملك حمد العالمي برنامج مع اليونيتار، أن يدشن كرسي جامعي في واحدة من أعرق الجامعات في إيطاليا مثل كرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان. طبعا هذا البرنامج يضم ثلاث مستويات، درجة بكالوريوس في العلوم الاجتماعية والأديان، درجة الماجستير في دراسة الأديان، ودرجة الدكتوراه. استطاع مركز الملك حمد للتعايش السلمي والذي يعد مركزا دوليا وعالميا أن يكون هو من يحمل هذه الرسالة أو يساهم في حمل رسالة ونهج مملكة البحرين للتعايش. نعم أستاذ، تعزيز هذه الروح لدى المواطنين والمقيمين أيضا أكيد يساهم في خلق أجواء أخوية وجميلة في نفس الوقت. شلون ينعكس هاي الشيء على المناسبات والاحتفالات الوطنية؟ والله للأمانة يعني احتفالات مملكة البحرين عادة ما نجد بأن الجاليات والمقيمين كذلك يحتفلون معنا، وأعتقد أن هذا انعكاس كذلك لما تتميز به البحرين من روح التعايش ومن روح التسامح ومن مدى الانسجام بين الأطياف الموجودين على هذه الأرض الطيبة. هي كذلك أعتقد ترجمة لمشاعر المحبة، هذه المشاعر الصادقة من المقيمين الذين صراحة يحتفلون معنا وكأنها أعيادهم كذلك. هي كذلك تأكيد واقعي لتاريخ البحرين، لشخصية البحرين التاريخية التي تميزت بها عبر السنين. البحرين هذه الجزيرة المتنوعة في الثقافات، المتنوعة في تقبلها للآخر، هذه الأرض التي دائما تنشر المحبة والتآلف والسلام، التي تعد وطن للجميع. إنها نموذج أمانة يحتذى به في ترسيخ الانفتاح الاجتماعي وحرية الفكر والدين بين الجميع. نعم سعادة الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم.